الماجد في القطاع الهيكل، وبالتالي فالسلسلة الأولى اللي هي ديال الإنتاج تعتمد على أنه مواطن كي يفرز عدد من النفايات يوميا. هذه النفايات كيجمعها بطريقة عشوائية، يعني ممكن يكون شي في أفضل من بسيطة أفضل كيحطها في هذا الشريط. هذا الشخص اللي كيشتغل بطريقة عشوائية كيجي كيبحث على هذه المواد اللي يمكنها يعاد بيعها، سواء للناس اللي كيشتغلوا مع المعامل اللي هما الوسطاء، سواء كيشوفها كيديها للمربين البهائي. تجربة رائدة في إطار إدماج واحد الشريحة ديال الساكنة ديال الدار البيضاء اللي كانوا مهمشين، اللي هما هذوك الباشا والوعرة كما كانوا كيسموهم، واللي اليوم الحمد لله بهذا المركز هذا تقاتهم واحد الوضعية اللي كتحتفظهم على الكرامة ديالهم، كتطلب منهم عمال كيستافدوا من أجر شهري قار، وأيضا تغذية صحية وتغذية اجتماعية للسي إن إس إس اللي كتعطيهم هما وأفراد العائلة ديالهم. أول هدف هذا المشروع باستخدام هذه الصورة باش نكون مع السبت وعطى الأوامر بأنه واحد المشروع اللي هو إيجابي على بزاف ديال المستويات. فالهدف ديالنا هو باش تكون التمرين ديالي كيف كان اسم الوالي على جهة بابولا، وكذلك جامع جهة التعليم إن شاء الله. عن طريق الأحياء الأحياء الدولية المفيدة لنزل القدس، نزل القدس هما تكون فيهم مستشفى مدنيين يمكن للناس بحال شي فرصة تكون ديال النفايات ويؤثرون ويحاولون كذلك يشجعون على تغيير السلوكات. Спасибо за внимание.